الأخ يسأل يقول: من هو أول من ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ أقول هذه المسألة تتفاوت، لأن التأليف الناسخ والمنسوخ يعني أو التأليف عامة كان في بعض الأوقات ليس عبارة عن كتابة كتاب معين بهذه التسمية، ولكن قد يكون رواية لجزء معين. فأنا أول من أعرف في ذلك هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو إمام معروف من التابعين، وقتادة طبعت رسالته باسم الناسخ والمنسوخ، ونسبت إليه أنها من تأليفه، وهي رواية مسندة عن قتادة رحمه الله في هذه المسألة. ومن الكتب المتقدمة الناسخ والمنسوخ كتاب الواحد، وكتاب ابن الجوزي، وكتاب النحاس، وغيرهم ممن ألف في الناسخ والمنسوخ من المتقدمين. والكتب فيه كثيرة ومشهورة، والحمد لله، والله تعالى أعلم.